ست كتب غامضة مفيش حد عرف يقراها. كتاب وصف العالم بوبول فو بيرجع الكتاب لمنتصف القرن 16 وهو مكتوب بلغة شعب المايا اللي اسمها كيتشي. الكتاب بيناقش كيفية نشأة البشر والحيوانات، لكن في شخصيتين بيركز عليهم الكاتب وهما هونابو وشوبولونكي، وهما توأمين أصبحوا في نهاية القصة الشمس والقمر حسب وجهة نظر الكاتب. الكتاب الثاني وهو كتاب كودكس سيرفانيونيس، واللي بيعتبر من الكتب الغامضة المكتوبة باللغة غير مفهومة، وتم نشره سنة 1981. الكتاب من تأليف المهندس المعماري لويجي سيرافيني. هدف الكتاب غير معروف لحد دلوقت. في الكتاب موجود مجموعة من الرسومات الغريبة المرسومة بخط الإيد، ولحد دلوقت محدش عرف يفك شفرة الرسومات ولا أسرار الكتاب. الكتاب الثالث وهو مخطوطة روهانس. المشكلة في الكتاب ده مش بس في إنه كتاب غامض، لا كمان إن مؤلف الكتاب ده غير معروف لحد دلوقت. بداخل الكتاب موجود أكتر من 200 رمز مش معروف دلالتهم، وبيوصل عدد صفحاته ل 450 صفحة. وعلى الرغم من محاولة كتير من الباحثين فك شفرة الكتاب إلا إنهم ما نجحوش أبدا. الكتاب الرابع وهو كتاب سويجا. مؤلف الكتاب ده هو مهندس اسمه جون دي، قدمه للناس سنة 1552. اللي بيخلي الكتاب ده غامض ومرعب هو إن مؤلفه كان بيؤمن بالقوى الروحية الخارقة، وكتير من المؤلفين كانوا شايفين إن مؤلفات الراجل ده ما هي إلا عبارة عن طلاسم سحرية. بيضم الكتاب أكتر من 40,000 رسالة تم ترتيبهم بطريقة غامضة وغريبة وعشوائية، ومش معروف الغرض من الرسائل دي لحد دلوقت. الكتاب الخامس اسمه الكتاب الأحمر، وهو من تأليف شخص اسمه كارل يونغ، واللي كان بيشتغل أخصائي نفسي في سويسرا. الغريب في الكتاب الأحمر هو إن كتير من الأخصائيين النفسيين بيحللوا الكتاب على إنه مجموعة من الأمراض النفسية اللي مر بها الكاتب على مدار 15 سنة من حياته المهنية، وده كان سبب في إن عائلة الكاتب أخفت الكتاب ده لمدة 80 سنة بعيدا عن الجمهور لحد سنة 2009، وأصبح الكتاب متاح للعرض قدام الناس. الكتاب السادس والأخير هو كتاب حجر الفيلسوف للسير جورج ريبيلي، واللي كان بيعتبر مصدر إلهام وراء أغرب النصوص وأكثرها غرابة في الوجود. قصة الكتاب بتدور حوالين أسطورة حجر الفيلسوف، وهي المادة الكيميائية اللي بتحول أي معدن رخيص لذهب أو فضة، وهي نفس الفكرة اللي كانت مصدر إلهام لواحد من أجزاء قصة هاري بوتر، واللي اتعملت فيلم بنفس الاسم هاري بوتر وحجر الفيلسوف.